احنا ما في عندنا اليوم يعني احتراف لمثل هذه الالعاب وحتى باقي الالعاب. في دوام، في التزام. انا ادري ان كابتن فلاح المطيري كثير من السفرات اذا مو كلها قاعد هو اللي قاعد يدفع تكاليفه، فخلنا نتكلم عن هذا الجانب. اهتمام اليوم الهيئه العامه للشباب والرياضه، اذا في اهتمامات من شركات اخرى. للاسف ما في ولا اي شيء، لا اهتمام من هيئه شباب الرياضه، يعني مع احترامي لهم، ولا من الشركات. شفت منه في احد قال لي تعال انا احب ادعمك اسوي لك؟ ما شفت انه في اي احد. زين، هالمصاريف والسفرات اللي قاعد تروح والمعسكرات اللي قاعد تدشها، شنو الطريقه؟ عاديه جدا، معرفه، اروح هناك اتمرن. في بعض المدربين الانديه يقول لك لا انت ضيف عندنا ما نبي منك شيء، تعال حياك الله تمرن معنا. هذه انديه الكويت؟ لا، هذه الانديه برا، كان سفر خارجي. نعم. كان معسكرات. انديه الكويت هنا؟ لا، انا اتمرن هنا كنادي، نادي العربي حاليا ملاكمه. خلنا على اللي برا، التذاكر، السكن، طريقه الدوام هنا، هذه كلها انت تكفل فيها في ترتيب معين. نعم صحيح، انا اخذ اجازه وتذكر على حسابي وسكن الفندق على حسابي. زين، نادي العربي ما قاعد يقدم لك شيء؟ خصوصا انت قلت نادي العربي. والله نادي العربي نادي كبير وانا احترم نادي العربي، ونادي حلو والله. هو الحين الفتره هذه ها توهم يعني في حركه شوي، وصاحب النادي يعني موعدنا ان شاء الله مكافات رئيس حلوه. النادي. اي رئيس النادي، رئيس النادي موعدنا مكافات حلوه، قال ان شاء الله اللي يفوز يجيب معاه مكافات حلوه ونعطيكم مكافات حلوه. قلنا له خلاص ان شاء الله خير. زين، بنادي العربي ترى نادي كبير يعني فيه اهتمام وانا مرتاح فيه نفسيا. ممتاز. اذا عجبك المحتوى المنشور بهذا الفيديو وتحب تكمل معانا، لا تتردد في الاشتراك في منصه نيكست من الويب سايت، الابل ستور او جوجل بلاي. حمل التطبيق وشارك معنا واستمتع. نيكست، عالمنا الجديد منكم ولكم.